مرحبا، أهلا وسهلا بكم. تجمع كل التقارير الإعلامية على أن إبراز التفوق العسكري بات أولوية للقوى الكبرى، وسباق التسلح بات جليا وظاهرا. الجانب الأمريكي أخطر موسكو مسبقا بنيته اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات كجزء من الاتفاقيات الثنائية التي تربط الولايات المتحدة وروسيا. هل عاد سباق التسلح للواجهة بين واشنطن وموسكو؟ هل يشهد العالم جولة جديدة من الحرب الباردة؟ وأي تأثير لهذه التطورات على السلم والأمن الدوليين؟ في نبض العالم مشاهدين لهذا الأربعاء، نتابع تطورات الوضع في فلسطين مع تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية اقتحام أخرى استهدفت مخيم جنين، مع متابعة الكشف عن تعرض فلسطينيات من الخليل للتنكيل من قبل الاحتلال الصهيوني وبإجبارهن على خلع ملابسهن في حادث وقع في العاشر من الشهر الماضي. أي تأثير لهذا الاعتداء على تنامي المقاومة في الأراضي المحتلة؟ مع توعد فصائل المقاومة بالرد، أي سيناريوهات مرتقبة؟ وهل المطالبة بالتحقيق الأممي توقف هذه الممارسات الإجرامية؟ قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي إن روسيا سوف تنظر في احتمال عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى أراضي بريطانيا كخطوة نحو التصعيد. جاء ذلك ردا على تقرير صادر عن اتحاد العلماء الأمريكيين أفاد بأن تحليل مشروع ميزانية القوات الجوية الأمريكية يشير إلى أنها يمكن أن تعيد أسلحتها النووية إلى أراضي بريطانيا. تعلمون، هذه الخطوة إذا تم تنفيذها فسوف نعتبرها تصعيدا وخطوة تصعيدية تقود بالضبط في الاتجاه المعاكس لحل المسألة العاجلة المتمثلة في سحب جميع الأسلحة النووية الأمريكية من الدول الأوروبية. اسمحوا لي أن أذكركم بأنهم منتشرون هناك كجزء مما يسمى البعثات النووية المشتركة لحلف الشمال الأطلسي. سنواصل المطالبة بإعادة جميع الأسلحة النووية الأمريكية إلى الأراضي الأمريكية، تليها إزالة البنية التحتية التي من شأنها أن تسمح بنشرها بسرعة في أوروبا. أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتري رايدر أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء اختبارات تجريبية لصاروخها الباليستي العابر للقارات من طراز مينيتمان 3، وبين رايدر خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم إطلاق الصاروخ من قاعدة جوية في ولاية كاليفورنيا، والغرض من اختبار الإطلاق للصاروخ هو إثبات الجاهزية.
لبحث الموضوع نسعد بأن يكون معنا مباشرة من تونس عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سالم بولبابا. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ سالم. طبعا ومن الدوحة ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور رائد المصري معنا مباشرة عبر الهاتف. مرحبا، أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين. إن سمحت دكتور رائد نبدأ مع الأستاذ سالم بولبابا من تونس. طبعا وفق البنتاغون الولايات المتحدة أعلنت عن اختبار صاروخها الباليستي من إثمان ثري ذو طبيعة، يعني هذا الاختبار ذو طبيعة مسبقة التخطيط وغير طارئة بحسب البنتاغون. هل هذا برأيكم يكفي لإبعاد الشكوك حول أهداف التجربة والرسائل المراد إيصاله؟ شكرا لك، تحياتي لك في البداية لضيفك الكريم ولكل السادة والسيدات المتابعين والمتابعات. بكل تأكيد يعني عودة سباق التسلح يعني هنا وعودة هذه التجربة الصاروخية الجديدة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية يعني تقريبا تقيم الدنيا ولا تقعد عندما تقوم كوريا الشمالية وأي دولة أخرى طبعا دولة أخرى معادلة لسياساتها تقوم بانتقادات كبيرة وعنيفة ضد أي من هذه التجارب. عودة هذه التجارب من جديد هي فيها بكل تأكيد عودة إلى أجواء الحرب الباردة. كلنا نتذكر يعني تقريبا نحن من جيل الذين عاصرنا على الأقل نهاية الحرب الباردة، فكانت يعني هذه التجارب تقريبا دورية خلال سنوات الثمانينيات من القرن الماضي. والولايات المتحدة هنا لفت تصريحي في الحقيقة يعني انتباهي تصريح مهم جدا قاله نائب وزير الخارجية الأوكراني يعني منذ يومين، وأكده يعني حتى الجانب الروسي يعني تقريبا أيده في جانب كبير منه، عندما قال بأن أوكرانيا تشهد حرب عالمية ثالثة. يعني تقريبا المواجهات في أوكرانيا هي ليست مجرد مواجهة بين الروس والأوكرانيين، هي تقريبا حرب عالمية تدار على الأرض الأوكرانية. نتحدث هنا عن تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب عندما قال بأن إنفاق الغرب أو مساعدات الغرب على أوكرانيا تقريبا تجاوزت 170 مليار دولار. وطبعا صمود أوكرانيا الآن ليس بسبب يعني نوعية وقوة الجيش الأوكراني، ولكن بسبب الدعم الغربي الأوروبي والأمريكي الكبير لأوكرانيا. بكل تأكيد يعني هذه المعركة على الأرض الأوكرانية فيها تجربة لأسلحة جديدة، هي حرب مخابراتية ليست فقط حرب تقليدية، يعني بكل تأكيد هي تدار بوسائل تقليدية عسكرية معروفة، ولكن كذلك هي حرب استخباراتية وفيها تجربة لأسلحة جديدة. روسيا جربت أسلحة جديدة، الأوكرانية عبر طبعا مزوديها خاصة من الدول الغربية خاصة فرنسا وبريطانيا وأساسا بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية، الكونغرس الذي أقر مساعدات ب100 مليار دولار لفائدة أوكرانيا، هذا بكل تأكيد يصب في خانة سباق تسلح جديد. نعم، في هذه النقطة بالذات، وأعتذر على المقاطعة أستاذ سالم بولبابا. دكتور رائد طبعا يقودنا مباشرة ما قاله الأستاذ سالم بولبابا إلى الحديث عن هذا السباق التسلح المحموم. هل المؤشرات تبعث على القلق؟ طبعا الإنفاق العسكري العالمي يتزايد وصدر الآن لأمريكا والصين وروسيا. صحيح، تحية لك ولضيفك الكريم وللسادة المتابعين. طبعا يعني أولا سباق التسلح هو موجود، كان وسيبقى وما زال يعني، وما تشهده الحرب الروسية الأوكرانية هي أكبر دليل على هذا الموضوع، لأنه صحيح هناك حرب يعني عالمية يحاول الروسي فرض موازين قوى دولية بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أنا شخصيا من خلال متابعتي ويعني مراقبتي أنا أستبعد هذا الموضوع أن تكون روسيا يعني في مواجهة أمريكا أو بالميزان القوى، لأن يعني القوى الأمريكية تفوق كثيرا، بمعنى أن هذه الحرب حتى في داخل أوكرانيا يعني وسيطرة الروس على شرق أوكرانيا لم يستطيعوا الحفاظ عليها إلى الآن يعني، ولم يحسموا هذه المعركة، فما بالك مواجهة كبيرة للناتو، أو وخاصة أن حلفاء روسيا لم يدخلوا مباشرة على هذا الخط أو على خط الحرب أو على خط الدعم الروسي، هناك دعم خجول صيني إيراني وغيرها من البلدان، لم يرقى الدعم إلى مستوى الناتو الذي يدعم أوكرانيا والجيش الأوكراني،
وبالتالي روسيا تركت وحيدة تواجه هذا المصير لإثبات موازين قوى دولية عبر الحرب. الصين تريد أن إثبات موازين قوى دولية من خلالها، من خلال قوتها الاقتصادية. الروس رؤيتهم مختلفة، وهذا هو الضعف الذي يعتري هذه المحاور التي تريد أن تواجه التفرد الأمريكي أو التفرد الغربي في العالم أو في قيادة العالم. ولذلك تأتي يعني تعمد الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة صياغة واستعراض عضلات في إطلاق صواريخ والتجارب وغيرها، كي تقول للروسي ولغير الروسي أننا قادرون على إنتاج، وما زلنا مستمرين في هذا الموضوع، علما أن كل التصريحات والأدبيات الأمريكية خلال ولاية بايدن كانت تقول أننا لن نذهب إلى يعني إلى حرب باردة، ولن نذهب إلى تسليح، ولن نذهب وغير ذلك. هذا الموضوع يعني هذا كلام في كلام، لكن الواقع على الأرض هي تثبت أن هذه الدول لا زالت تتسلح، لا زالت تريد أن تفرض موازين قوى بما يخدم مصالحها الاستراتيجية. أما لناحية موازنة الموضوع، أنا أعتقد أن كفة الناتو والولايات المتحدة الأمريكية هي تفوق بكثير على المستوى العسكري والتكنولوجي، وعلى مستوى المادة التسليحية التي تصدر إلى أوكرانيا وإلى غيرها من البلدان. بينما روسيا التي تريد أن تفرض موازين قوى إذا زالت بعيدة وغير قادرة على إثبات هذا الشيء، خصوصا أن من قال أو يقول أنه متحالف مع روسيا لا يستطيع أن يدافع عن مشروعها اليوم في الدخول إلى أوكرانيا، ولا يستطيع أن يمدها بالسلاح. حتى إيران التي يعني اتهمت بتصدير طائرات مسيرة هي تنفي إلى اليوم، ولا زالت الطائرات تستخدم يعني لدى الجيش الروسي. هناك دعم خجول لا يستطيع أن يثبت هذه المواجهة أمام الأمريكي وأمام حلف الناتو للصراحة. فلذلك أنا أعتقد هذا التفوق للناتو أكبر على هذا المستوى وإن خلال المعارك في أوكرانيا. هذا هو الواقع كما هي الصورة أراها إلى الآن. كما تراه دكتور رائد. طبعا أيضا فيه اتصالات بين موسكو وبيونغ يونغ من أجل عقد اتفاقات عسكرية. أيضا أستاذ بولبابا، طبعا هذا الجو، جو الحرب الباردة إن صح التعبير، يخيم على العالم في سياق خطير، وهو نتحدث عن تحديدا عن الحرب في أوكرانيا، نزاعات ساخنة مباشرة. هذا الاستنزاف، استنزاف القوة من كل طرف، هل يعيد سباق التسلح للواجهة على قول الدكتور رائد؟ يعني هذا السباق لم يتوقف، لكن الأرقام تعتبر ضخمة جدا، أكثر من تريليوني دولار حسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام. نعم بكل تأكيد. طبعا اختلف قليلا مع الأستاذ رائد فيما يخص يعني مسألة هنا الدعم، الدعم للروس يعني الدعم حلفاء روسيا لروسيا، كما في مسألة يعني دعم الغرب لأوكرانيا. أغلب هذا الدعم طبعا لا يعلن عنه ولا يمكن الإعلان عنه طبعا هنا، لأن إعلان عنه هو إعلان حرب في النهاية. يعني عندما تقول مثلا ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا أنها يعني مع الجيش الأوكراني وستكون متواجدة هناك، هذا إعلان حرب مع روسيا مباشرة. نفس الشيء يعني بالنسبة لحلفاء روسيا، عندما تعلن إيران أو الصين أو كوريا الشمالية أو غيرها من حلفاء روسيا، هذا إعلان حرب. فبالتالي والحرب تدار طبعا بوسائل مختلفة، أغلبها طبعا هي وسائل حروب مخابراتية أساسا، حروب يعني تقريبا مساعدات تقدم بطريقه يعني خفيه عن الـ عن الـ عن الـ عن الميدان. هذا ما نراه، يعني مثلا اوكرانيا في بدايه الحرب تلقت ضربات قاسمه، لكن صمودها فيما بعد كان بفعل هذا الدعم، وهو دعم طبعا يعلن عنه عاده بطريقه يعني صحفيه، يعني عبر تقارير صحفيه وما شابه ذلك، ليس يعني بطريقه سياسيه مباشره. لم يخرج لنا وزير الدفاع بريطاني او الالماني او كذا ليتحدث عن تمويل او تزويد الجيش الاوكراني ببضع بالدبابات او بالصواريخ او ما شابه ذلك. اعود للمساله الثانيه حول سباق التسلح وما يحدث هناك. هو بكل تاكيد يعني تقريبا الان هو الهدف من الحرب، طبعا الحرب هي من اجل تحسين شروط التفاوض. روسيا وبوتين كرر اكثر من مره بأن العالم بعد هذه الحرب لن يكون كما قبل. وبالتالي هنا أن التحالفات قد تبنى تحالفات جديدة، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي أو المستوى العسكري. وطبعا السبب الرئيسي هنا للحرب هو منع الحلف الأطلسي من أن يتواجد على الحدود الروسية، يعني التي يعتبرها بوتين خط أحمر. فبالتالي هنا
يعني هذا زيلينسكي دفع به إلى هذه الحرب، أو هو يعني ربما قد قلة خبرته السياسية جعلته يتورط في هذه الحرب، هذه مسألة تناقش. لكن بالنسبة إلى أوروبا، يعني لو نقرأ قليلا التاريخ، دائما هناك رغبة في السطوة على في العفو في السيطرة على روسيا، وخاصة على شمال روسيا. يعني دائما هناك محاولة، لأن تلك الأراضي التي هي سهول شاسعة جدا في شمال أوكرانيا والتي تمتد إلى روسيا، كان الغرب يعني منذ من زمان، يعني من غزوات كبيرة وكبيرة جدا، من هتلر إلى نابليون إلى قبله